هلو حبايبي، كيف حالكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله طيبين. ويلكم باك تو ماي شانل، ونورتوا القناه. فيديو اليوم راح اشارككم فيه بعض المنتجات اللي جربتها ومع الاسف ما استفدت منها ولا اعجبتني ابدا، فحبيت اشارككم هذه التجربه. ان شاء الله تستفيدون وتستمتعون. فلا تنسون اللايك، شير، سبسكرايب، وفعلوا زر النوتيفيكيشن، وتفضلوا الفيديو. في البداية أحب أقول لكم إنه هذا رأيي الشخصي والصريح بالمنتجات بعد ما استخدمتها أكثر من مرة، يعني مو من أول مرة حكمت عليها. علشان كذا أقول لكم إنه ممكن النتائج تختلف بيني وبينكم، فأي واحدة منكم جربت أي منتج من المنتجات اللي حيكون في الفيديو وعجبها، بليز تكتب لي في الكومنت تحت. وأول شيء راح نبدأ بالأشياء التجميلية. هذه المسكرة من فلور مار، اسمها إكستنت سكولبتينج. ما أدري صراحة كيف أوصفها، بس هي ما تعطي كثافة للرموش ولا تعطي يعني ما ترفع الرموش ولا شيء، بس إنه كأني حاطة صبغة على رموشي، صبغة سودة بس. وغير كذا هي ووتر بروف، بس إنها مرة تمسك على الرموش، يعني شيء مو طبيعي، يعني كأنهم حاطين غرا فيها. أما هذا البيبي كريم من ذا بادي شوب بالتي تري أو بالشاي الأخضر، صراحة أنا لما رحت المحل قلت للبنت اللي تبيع إنه أنا بشرتي دهنية وأبغى شيء يناسبها، فعطتني هذا البيبي كريم وقالت لي إنه مو هو بس تغطية، كمان إنه معالج. فما أدري شو أقول لكم، يعني أول شيء الريحة مرة قوية، غير كذا إنه عذاب في التوزيع، ما يتوزع حتى لما توزعينه بالبيوتي بلندر ما يتوزع، أحسه كذا يمسك على طول وينشف، وإذا حركتيه يبدأ يتقطع. أما هذا الروج من نيفيا رقمه 69، صراحة أرواج نيفيا جدا روعة وألوانها مميزة، يعني ما ألقاها في أي ماركة ثانية، وخاصة هذا اللون الأحمر اللي على عودي صراحة مرة عجبني. لكن مشكلتها الوحيدة إن هي ما تثبت على الشفايف، يعني مجرد إنك تاكلين أو تشربين على طول تطلع، وغير كذا إنه حتى لما تتكلمين وتتحركين فمك أحسها كذا تنزل من حدود الشفايف. أما محدد العيون هذا من مكياجي باللون الأزرق، هذا يمكن لو عندي 3 سنوات ما استخدمته، استخدمته يمكن 4 أو 5 مرات. المشكلة حقته إنه مرة يسوي لي احمرار في العين، يعني ما أقدر أحطه جوا العين، مرة يصير أحمر عيني، مع إنه اللون حقه مرة حلو صراحة، كيف تحسونه لون أزرق كأنه كذا فيه لمعة، لكن مشكلته الوحيدة زي ما قلت لكم إن عيني تتحسس منه. أما إذا جينا بنتكلم على العدسات، صراحة أنا أفضل ماركة عدسات عندي هي بيلا، لكن المشكلة في اللون اللي أنا اشتريته صراحة، هو مو اللون اللي أنا أبغاه. لما أنا رحت المحل عشان أشتري فقلت له أبغى نيترال جراي، يعني اللون رمادي طبيعي، لكن مع الأسف اكتشفت إنها مو اللون اللي أنا أبغاه، فأعطاني نيترال كول جراي اللي هو لون رمادي بارد أو رمادي يجي لونه مرة فاتح. صراحة مرة ما عجبني اللون، لأنه مرة كان فاتح وأحس إنه كذا العين تكون بارزة. أما هذا الباليت من ليلين، أول ما شفته مرة عجبني لأنه في الألوان اللي أنا أحبها، في تدرجات الأخضر وتدرجات الأزرق، وهو كمان شمري يعني مو مات. صراحة مرة ما يثبت على الجفن، يعني لما أستخدمه بالفرشة يطلع اللون مرة باهت. الآن خلونا نتكلم عن منتجات العناية بالبشرة، وأول شيء حتكلم عنه هي هذه الشرايح الشمعية من فيت الخاصة بالبكيني والأبطين. سمعت ريفيوز عنها إنها مرة حلوة وإنها من لمسة واحدة تنظف كل شيء، لكن مع الأسف أعطيتها أكثر من فرصة، مرة ومرتين وثلاثة، لكن النتائج أبداً ما كانت مرضية. أما هذا التونر من ديرمو فيفا، هو أساساً مخصص للبشرة الدهنية، وأنا حاولت أشتري المكونات اللي أنا أحبها اللي هي شجرة الشاي والليمون الأخضر وبذور العنب، لكن صراحة ما لقيت له أي نتيجة، بالعكس طلع لي حبوب صغيرة على وجهي كله. أما المنتج اللي صراحة أنا مرة زعلت إنه ما لقيت له نتائج وكنت متأملة فيه، إنه كنت حاطة كل أملي عليه، لكن مع الأسف خاب ظني فيه، هو هذا الهوت برودكت من ديزرت أسنس.
صراحة أنا من زمان كنت أدور على واقي الحرارة للشعر من الاستشوار، فلقيت تريزمي استخدمته، لكن لأنه تريزمي كان فيه مواد كيميائية فمرة يعني خرب لي شعري، فحاولت ودورت على هيت برودكت للشعر إنه طبيعي وما يكون فيه مواد كيميائية، فلقيت هذا الشيء في الآي هيرب وسبب لي جفاف في شعري، يعني شعري صار مرة جاف، يعني حتى لما استشوره ما كأنه شعري، كأنه شعر ثاني. يعني استخدمته 3 مرات وصراحة مرة نتائج ما كانت حلوة. أما هذا البلاك ماسك من كيزي بيوتي، أتذكر اشتريته لما جات هبة البلاك ماسك، فالنتائج يعني والله ما كاني حاطة ولا شيء، يعني كأنه غرق، حتى ما له ريحة قوية. النتائج يعني عارفة، هما دايما لما يجون في الإعلانات إنه لما تشيلين البلاك ماسك بعد ما ينشف إنه تطلع كل البثور والرؤوس السوداء، هذا ما طلع لي ولا شيء. أما هذا الكريم من أولاي مرطب النهار 7 في 1 لمحاربة علامات تقدم سن البشرة ووقايتها من الأشعة فوق البنفسجية. المشكلة لما رحت أشتريه قالوا لي هو 1، يعني ما في للبشرة الجافة والبشرة الدهنية، قالوا لي هذا لكل البشرات. فلما جيت أستخدمه مرة كان مزيت، يعني لما أحطه على بشرتي كأني كبة زيت، ما أدري كيف صراحة، وبشرتي ما تمتصه، يعني أحطه الصباح أجلس مثلاً إلين الليل بشرتي ما تمتصه، غير كذا أحس أنه مرة يضايقني وأحس أن بشرتي تصير حارة، يعني كأنه يغلف البشرة ما يخلي الهواء يدخلها. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى تكونون استفدتوا من تجاربي. إذا كان عندكم أي تعليق على أي منتج بليز اكتبوا لي في الكومنت بيلو. أحبكم كثير وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وأنتم طيبين، مع السلامة.